7 أطفال وأكبرهم 16 سنة وأصغرهم 3 سنين، وأسكن في بيت إيجار ويعني مكسورة والله علي الإيجار، وهي البيت وضعه بالمرة عدم يعني رطوبة وعندنا قارس وفي حتى حشرات جديدة طالعت اللي ما بعرف شو هي يعني، وأقسم بالله ما بنشوف لا الضوء ولا الشمس ولا حاجة لأنه بيت تحت الأرض، يعني لا بفوت علينا إشي من إيش بدي أحكي لك، وضع سيء للغاية. وهي هون بعيد عنك في تتفرج عليها كمان يعني جورة مجاري، والله قبل فترة ابني إنه كان بدي يوقع فيها اللي يستر الله لولا فيها الحبل الغسيل ومسك فيه إنه كان سقط فيها، والله بيشهد عليه. وإحنا 10 انفار وغرفتين علمك عاد يعني بيوت صغيرة، ويعني جوز عامل ما بيشتغل حاليا الفترة هاي وما في دخل نهائي يعني مصدر رزق بالمرة، إن اشتغل أكلنا وإن ما اشتغل ما بنلاقي لقمة الأكل، والله بيشهد علي يعني. زوجي يعني بقعد بالأشهر ما بيشتغل يعني، يعني لو خش بخش له 100-150 دينار، وإحنا 9-10 شو بدي أسوي؟ 7 أنا أولادي وأنا وجوزي 9 وحماتي وبنتها 10 تنفع 11 نفر حتى، وشو يعني شو هالدخل يعني؟ قد ما بيجيب ما بكفينا، وبيوت أجار وكهرباء وعندنا بعيد عنك جورة محض هون، يعني الله بيعلم بالحالة. 100 دينار بندفع والله مكسور حوالي 7 شهور يشهد الله علي، لأنه جوزي الفترة ما بيشتغل ولا حاجة من يعني طق ولا شغل ولا إشي، ولولا الناس علينا بتتحسن هون ومن هون أهل الخير، ولا كان الله بيعلم فينا شو بصير فينا. وأنا أم لا حيل ولا قوة يعني، ومريضة ضغط كوليسترول ما بقدر أشتغل يعني كمان أساعد زوجي يعني والله ما بقدر. فبتمنى من أهل الخير ومن الناس يعني اللي بيشاهدوني الآن إنهم يساعدوني يعني، بس لو بالصيانة على الأقل للبيت بده دهان بده يعني حنفيات زي كربانات عندي كل إشي كل شيء، أفتقر لجميع الخدمات اللي لازم تكون فعلا في أي بيت ربنا بيشهد. ويا ريت يعني إذا في ناس كمان أحسن وأحسن يعني يطلعوني من هالبيت كله نهائي ما بدي إياه، والله إلي 20 سنة تقريبا فيه وحياة هون برا عنا مدخل البيت وفيران بعيد عنك، ويعني شو بدي أحكيك لما أحكي لك حشرات غير شكل والله.